بكم. أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 ب 98% عند مستويات 7570 نقطة. أما مؤشر إي جي إكس 70 فقد تراجع ب 1.18% عند مستويات 366.16 نقطة. أحجام التداول اليوم تجاوزت 138 مليون و 100 ألف سهم، وبلغت قيمة التداول 429 مليون و 126 ألف جنيه. أما عن أداء الأسهم فقد تصدر سهم القومية للأسمنت قائمة الارتفاعات بأكثر من 8.14 نقطة المئوية، وتصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية التراجعات بأكثر من 9.16 نقطة المئوية. سهم أوراسكوم للاتصالات تصدر الكميات بأحجام تداول تجاوزت 38 مليون و 300 ألف سهم، وجاء سهم البنك التجاري الدولي على رأس قيم التداول بأكثر من 115 مليون جنيه.